ما أجمله قلب يحمل هم أخيه، في العسر له يسر في الحزن يواسيه. كن عونا للناس دوما. وادي الفوت حاجه مش فايده صوتي يموت بس كده علشان تقول انا هعمل فريشر وتدي له فانكشن اللي هي بتاعها علشان يعمل فريش وبعد كده قصه وريت بيزا وبعد كده تدخل مره بيعمل فيها فريش يعني الكريتور ده دراج دروب تول هم عاملينها هي بفلوس بس بصراحه يعني ما حسيتش ان هي انا اتعودت ان انا بكتب الكود بايدي فلما رحت للدراج دروب ما حسيتش ان انا معايا باور باور كفايه ان انا اعرف الـ UI بالظبط يعني ولقيتني رجعت كتبت الكود بايدي فممكن تجربه حتى لو بتبدا يعني ممكن بالنسبه لي كويسه لان الـ UI حضرتك النهارده عملت ابلكيشن بالاغاني وعاوز توريه للناس في عندهم ابلكيشن على الستور اسمه ايونيك يو اي نازله على الموبايل بتاعك وانت بترفع البروجكت على الايونيك سيرفر يديك اي دي بتروح تدي الاي دي ده للناس الناس بتدخل الاي دي في الايونيك يو اب ينزل لها البروجكت بتاعك تتفرج عليه هم نزلوا من النبي سواء من النبي بيعطيك التو تابس تابس الاندرويد تابس الاي او اس السيرفر انا بتكلم على رابن انا بتكلم على الاوريدي ديفايس الريال ديفايس الايونيك كوماند لاين دي دول او هي دي اصلا الايونيك هستخدمها علشان تكريت البروجكت بتاعك ويب ستارت ديفلوبمنت سيرفر دي هتشوف اكتر في الديمو هتشوف اكتر في الديمو ان شاء الله كوماند لاين عشان تعمل انستول او مبني على النود محتاج حاجه تسطب النود عندك على الترايس على الماشين وتستخدم الباكج من النود باكج مانجر ام بي ام انستول الايونيك ادي كوردوبا هينزل لك الايونيك وراح ينزل الكوردوبا على الماشين عندك عشان تقدر تستخدم الكوماند لاين اللي هو اللي جاي ده كل ايونيك ستارت ابلكيشن تدي له تمبلت هم في شويه تمبلتس موجوده زي الدابس زي ستارت منيو زي السيكل بيج هو اوريدي على الخط فاعطيك بوت ستراب او بروجكت فاير انك تبدا منه كل نوع من الانواع دي ده الكود ممكن نشوفه في الديمو على طول يعني قبل ديمو موضوع التستنج كان شغال اتش تي ام ال وجافا سكريبت نفس التكنولوجيز اللي بنستخدمها للتستنج جافا سكريبت والاتش تي ام ال هستخدمها هنا هستخدم جاما هستخدم بروتكتور ليجو تويند تيستنج ايا كان اليون تيستنج اللي انت بتستخدمه او الاند تو اند تيستنج اللي انت بتستخدمه في الويب ديفلوبمنت العادي بتاعك تشتغل معايا واحنا انجلر اي حاجه هتشتغل مع انجلر شغال معايا ده مش هتسيب كام على الشو كيس ده على الويب سايت نفسه بتاع الايونيك شو كيس ايونيك فريم ورك دوت كوم موجود فيه كميه بروجكتس محترمه يعني احنا اوبن سورس كوميرشال معاك كوميرشال مش محتاج اي لابس اي لايسنس مش محتاج اي فلوس كوميونتي باور ودي الدوكيومنتيشن احنا يعني لو خدنا على ايونيك فريم ورك هتلاقي لينكات لكل الحاجات دي تشتغل منها ان شاء الله يعني هتلاقيها فلحق بسرعة نعمل على الجود ديمو في مشكلة
ده كوماند لاين المفروض ان هو هيخلص هيكون عندنا بروجكت جاهز. ممكن احنا نروح للبروجكت اللي انا اوريدي عملته الريزلت دوت. نعمل بروجكت اسمه ماي اب اوت. دي الريزلت النهائيه بتاع الكوماند لاين اللي انا شغال. لو رحت هنا بس دخلت جوه ماي اب وهنقول له وانا افتح لي الدروب وعملنا كده مستيك وشغلنا الدروب تولز شغل سيرفر عند حضرتك على الماشين واعطاك الكود دوت لانك كانها ويب بيجز. يعني لو حضرتك دلوقتي حطيت الاي دي بتاع جهازي حطيت له اليارد دوت هتظهر عندك الصفحه دي كويب بيج. ده هنا دي عباره عن سايد منيو اهي التمبل بتاع سايد منيو. لو بصينا على الكود بتاعها خليني حتى نضيفها هنا الريزوليوشن عامل ازمه في الصفحه. طيب الدبليو دبليو ده هو كل الكود بتاع البروجكت بتاعي. انا حاجه بسيطه تلاقي فيه شويه تبلت اتش ام ال وجي اس اس كنترولر جي اس اس كنترولر ابلكيشن كنترولرز في لو اعرف سيرفس كمان. الاستراكشر بتاع البروجكت طبعا بيفرق بين حد والتاني. بس لو بصينا صوت على صفحه زي المفتوحه دي هتلاقي بلاي ليست. ده بيعمل ليست في ايتم ايت. لو رحنا للكود بتاعها هنا ده بروجكت تاني ساين للفاضل اللي هتطبق. الكوماند لاين
بس مره واحده. بالنسبه للاي او اس محتاج تعمل ساين برضو بالاكونت بتاعك علشان ترفع على الاي ستور. نفس اللي بتاعك بس في النت بيحصل. طيب والابلود بيتعمل برضه بنفس ال نفس التولز نفس التولز بتاعت نيتف في الاخر بتطلع البروجكت نيتف وترفع على الستور. انا لو عايز طبعا اعمل اي او اس كومباتبل لازم يبقى عندي ماشين اكسكلود. لا انك تشتغل البروجكت كل اللي احنا عملناه دوت مش محتاج ماشين بس ماشين لا هتحتاج تعمل بيلد للنيت ابلكيشن هتحتاج الماشين اللي معمول ماشين. يعني لازم هتحتاج لما تيجي تعمل بيلد لازم هتخش ال لازم عندك. طيب هل فيرتشوال ماشين تنفع في حاجه زي دي ولا لازم الناس جربتها وتشتغل والناس جربتها وما تشتغلش؟ يعني في الاخر لازم هتشتري كيس. لينكد للديفايس صحيح؟ هو بيعمل لينكد للديفايس صح؟ في الفترة الأخيرة كان حصل هاك أخير على الإكسكود نفسه وبقى حاليا بيضيفوهاش للإكسكود اللي أنت بترفع منه. صح. الباشمهندس الجزء اللي كان بيتكلم فيه اللي هو Thank you.
فالديبلويمنت موجوده يعني المفروض ازاي تحسب ليتر شبه الابلكيشن بس ليتر ده البروجكت بتاعنا ودي البرفورمانس على السيميليتر وعلى الديفايس احسن يعني ولو انت قابل مش بتفرق كتير ولا السيميليتر ديفايس لو ممكن نعمل الكلام ده على اندرويد على الديفايس
تمام. بس طبعا هيرجع بقى انت البروجكت جوب ده لما بنيته كنت عامله موبايل فريندلي ولا لا، موبايل فيرست ولا لا، الاكشنز بتاعت الناس ولا لا، بس هيشتغل. وممكن العكس كمان، يعني احنا دلوقتي عملنا بروجكت دايونيك، ممكن حضرتك تاخد الكود اللي احنا كتبناه دوت الجزء اللي موجود في الدبليو دبليو وتحطه على سيرفر وتفتحه كويب سايت لايجوس وهيشتغل معاك وهيتعتبر ويب ابلكيشن مش ويب سايت. وده يمكن ترند الناس كتير ماشيه فيه دلوقتي، يعني ان هو شغال موبايل فيرست، البيز بتاعي هو الموبايل ومش هعمل بقى ويب سايت واخد منه الموبايل، لا ده هعمل الموبايل الاول واللي عملته الموبايل دوت هقعد احطه على ويب سايت وهيشتغل. الشكل ممكن يختلف عن الفلسفه ازاي؟ احنا عملنا البروجيكت ده على موبايل صح؟ الفورمانس كويس هي هي الشكل يعني ممكن تعدلها تغير في السنس الفورمانس بتاعك تخليها مش عاجباك، يعني في حاله يعني هنا الليست الديفولت بتاعها ان هو بياخد الفلويدز، انا مش هعمل كده لا، ده انا هقول فلويدز مش هخليها ليست، هخليها كروس، هخليها ريسبونس جريد. كل ده بايدك انك تعمله في سيسس، يعني انت طالع تطلع فيرجن جديد ب يو اي مختلف تماما مش هتقرب للجافا سكريبت كود، مش هتقرب للتشن كود، انت حضرتك هتروح للفايل اهو هنا الفايل ده ده برضه عامل عامل البورتال ديفولت. لو جيت انا هنا معلش انا في مشكله في اللينكينج، انا شغال على كود بتاع بروجكت وبعد بروجكت تاني، حاولت اعمل لك البروجكت قبل ما اجي عشان اجربه عشان مشكله في النت دلوقتي مش قادر اوصل مش هتبقى. بس المقصود ان احنا ده الفايل اللي حضرتك هتغير فيه، يعني هنا ده الديفولت الكالر الازرق دوت البوزيتيف كالر اللي هم شغالين فيه، لو جيت هنا انا عدلته هيتعدل معاك في الابلكيشن كله ويديك شكل تاني. لو جيت على بوتون زي ده كده وعملنا له انسبكت دي الكلاس بتاعتي اهي، لو جيت على الكلاس ده على البوتون ده عايز بوردرز بوردر ايدجز زيرو وعايز باك جراوند كلر ريد خد السطرين دولت وحطهم في الفايل بتاع المنتخب السي اس اس هيتغير الابلكيشن بتاعك كله، اي بوتون واخد الكلاس بوتون بوزيتيف هيبقى لونه احمر وهيبقى الحرارة بتاعته زيرو او الانتس بتاع البوتون ده 15 هيبقى بالمنظر ده. فغير الستايل زي ما انت عايز، عايز الماكسيموم ريتس بتاعه ايوه المنظر ده، حط كويري في السي اس اس انما لو الصفحه بتاعتي الويدز بتاعي 100 خلي الماكسيموم هنا 50، لو الويدز بتاعي 1400 على ويب براوزر خلي الماكسيموم ويدز 200، او لا خلاص لا ده ايه هو بدل ما هو بطن خليه تشيك بوكس زي ما انت عايز. بس المساحات الفاضيه اللي بتبقى في الصفحه يعني تصور ايه؟ ما هو التصور تاني اهو بس انا معاك هي محتاجه تصور تاني، يعني بعد كده خلينا نرجع الصفحه بتاعتها ديت هنا شويه مش فاتحه احنا مجرد نعمل في السي اس اس احنا مخلينها طاقه على الويب سايت مش بتاع موبايل ايه صح؟ شكلها عامل ازاي على الـ على الـ على الويب المنظر ده؟ طيب هنرجع للايفون دوت Thank you.
جيت جيت ريسبونسيف قلبت الليستة ريجاردس وريسبونسيف جريت بسطرين او ثلاثه سي اس اس. راح ادهم بعده في الكويري ان انا لو الويدز بتاعي الصفحه بتاعتي اكبر من اكس نفذ الستايل ده، لو اقل من اكس خليك على الستايل القديم هتمشيها ويب وهتمشيها موبايل، ولو عايز فيرجن ثالث للتابلت تعمل بمجرد ان انا غيرت السي اس اس. معلش هو بيتظبط شكله مش ظريف بس انت يعني تصور بقى انت ممكن تعمل ايه؟ الصفحة دي ليه صفحة؟ لا الصفحة يعني في مكان صغير صح؟ الشكل ده انا معاك، هو في هنا شغل ديزاين لازم يعمله، في شغل ديزاين لازم يعمله، يعني لو حسيت ان انا استفدت بشكل كبير جدا. هو في الاخر طلعت موبايل سايت وطلعت موبايل ابلكيشن وطلعت ويب سايت، الفرق اللي بعمله كان عشان اطلع ويب سايت رحت طلعت فايل سيكسس جديد. ده كل الديفلوبرز اشتغل عليه فايل سي اس اس جديد ضفته على البروجكت بتاعي طلع الويب سايت. قارن ده بتبني بروجكت الاول والجديد وحط بقى داون سايد ان انت ممكن يبقى الشكل شويه مش مقبول برفورمانس. بس يعني النهارده كمان معلش في كام واحد هيفتح الويب سايت بتاع حضرتك من على الديسكتوب؟ وكام واحد هيفتح الموبايل ابلكيشن لو عندك موبايل ابلكيشن؟ وكام واحد هيفتح الويب سايت من على موبايل؟ تمام؟ يعني موبايل فيرست افضل بالظبط. لو حضرتك بصيت للسيجمنت هتلاقيها يعني اربع مراحل. ممكن حتى عملت رانكينج دلوقتي على بالظبط. حضرتك دلوقتي لو الويب سايت بتاعك موبايل فريندلي وحضرتك بتدور من على الموبايل من فاتح جوجل على الموبايل وبتدور على اي سيرش الريزلت بيحطوا لك في الاول الويب سايت موبايل فريندلي. تمام؟ لو دي كده خلص البروجكت لو رحنا هنا هتلاقيه زود الاندرويد بروجكت دوت ده النيتف اندرويد بروجكت الفايلات بتاعتنا جوه الاسيت في الدبليو دبليو ده البروجكت بتاعنا. لو رحنا كوماند لاين اللي كنا مشغلينه هنعمل رن انت اللي متقطع. لا هو فعلا دي صوره بس. اه
انا مش صنعت يعني معلش هو الدرين حاليا دلوقتي كده في الماركت هنا لو وريتك الشغل ده كل اللي بعمله ديزاينر صور صور يعني كمان معاك من الكواليتي ومن الديزاينر وكل حاجه بتاعك لوكو زبدن زبدن ده ابلكيشن عشان يشيل الاسس بتاع الديزاين بعد كل ده اللي بعمله ديزاين صفحه صوره طبعا يعني هو بيقول لي انا هديك الايكونز كمان بالمقاسات وبتاع وهعيشك تمام فكده ده تريند اللي ماشي كل الديزاينر هيديك الكلام ده ك اتش ام ال وسي اس اس صراحه يعني ايوه حتى بيشطر ولا لا اي في في كده ده المفروض ده يحصل بس ما بيحصلش يعني دي حاجة ظريفة برضو كنت حابب احكي لكم من احنا هنا مشغلين البروجكت على ديفايس حضرتك تحت الهوم هنا وديو فور انسبكت ديفايسز طلع الديفايس بتاعي انسبكت كتير في الجروب الناس عارفهاش بيسمع هنا انا يعني بغير هنا يغير هنا يغير هنا يغير هنا انا عايز ف خلاص الديمو اتمنى يعني عافية اسئله ثانيه خالص اتفضل يا شمس الايديتور لحد شغال فيه احنا شغالين جروب يعني انا هنا شغال على الجروب لا انا كنت فكرت بعد كل دوت برو تمام برو لا البرو البراوزر الانسبكتور والبرو نفسه بيتحكم في حاجه كده ده ده كنا هنبرو سورس ده كود دي فايلات اهي انا بفتحها برو بيكتب في الكود ده زي ده زي ايه حاجه هات معاك شغال هات شغال هات شغال سبلمنت تكست شغال بتكست بدائي ده اي حاجه هتشتغل المهم ايه افضلهم اللي انت متعود عليه وطلع بيه شغل مش هتضطرك لاي حاجه يعني تمام في سرعه مميز يعني ما هو اللي انت متعود عليه ده اكتر واحد مميز مفيش دول الكريتور أول حاجة أنا يعني جربته كده وما كملتش يعني هو دراج ودروب وفي الآخر برضه احتجت أعمل الكود بإيدي فحسيت إن أنا بكتب بالكود بإيدي من البداية أصعب الكريتور ده ويب بيست هو ويب سايت هتفتحه ودراج ودروب من عليه وداونلود الفايل ده عندك يعني تمام طب لو رسمنا تشارت كده باختصار يعني أنت عندك ويب سايت السؤال هو مثلا هل هو سيرفر سايت ولا كلاينت سايت ابدا افرع على اساس اشوف هعمل اختيارات يعني مش هو هي دي حسب كده تعمل بروجكت بتبدا بروجكت جديد خالص لا لا معقول طب ما بقول لك انت حسب البيزنس انت كده البيزنس بتاعك لازم ناخد التفاصيل بتاعته انت اوريدي عندك ويب سايت وعندك موبايل ولا لا عايز تعمل موبايل ويب سايت هل الويب سايت ده موجود معمول بتكنولوجي سيرفر سايد ولا كلاينت سايد؟ تمام ده اول سؤال سيرفر سايد خلاص انت كده مش هينفع معاك لان البرفورمانس لو خدت في السكه ديت يبقى كده هتوصل للركن تمام بس هي كده خدت التراك الثاني هل هو معمول بكلاينت سايد تكنولوجي ممكن تاخدها وتحطها انت عندك في البروجكت تشتغل عليه لو هي لما عمل كريت البروجكت انت معمول حساب ان هو يبقى موبايل فيرست معمول حساب ان هو موبايل فيرست ما كانش ما اعتقدش ان احنا الايفورت اللي بنحطه ده عشان نعمل موبايل ابلكيشن ونطلعه على اثنين بلاتفورم على الاقل الايفورت الكبير انك تطلع حاجه محترمه يعني صعب انك يعني حاجه كتيره على انك تطلع بروجكت محترم وفي الاخر برضه هتستفيد من الباك اند بتاعك هتطلع منه ويب سيرفيسز تتكلم هنا فانت نص الشغل اوريدي اتعمل عنه يعني انت عندك ويب سايت عندك باك اند ممكن تاخد منه ويب سيرفيسز تعمل بيها موبايل ابلكيشن تمام؟ اتفضل الويب سيرفيس بتاع الاي بي ايش بيدعم جميع كل ده احنا موبايل ابلكيشن اللانجوج اللي بنعرف نتكلمها اتش تي بي اتش بي ريكس ستاندرد اتش بي ريكس اي بقى كانت ريست او سوبر مش فارقه معايا
انت هتديني ما لا اقدر اللانجوج الوحيده اللي اقدر اتكلم بيها مع سيرفر سايت ال اتش تي ال. هشوف ال اتش تي ال ده هطلعه من ايه؟ مش فارقه معايا. بالنسبه لي اتفضل يا استاذ. يعني سؤال ويب سايت بيزد على ويب سيرفيس وحابب حاليا حابب اني اسوي له موبايل ابلكيشن مش احسن يعني اسوي نيتف ولا اي هذيك مش راح تكون ممكن لانه لازم يكون من اول تكون يعني بيزد على الموبايل. لو هتعمل له نيتف انت بتعمل بروجكت جديد خالص. نعم؟ لو بتعمل له نيتف انت بتعمل اربع بروجكت جديد خالص. انت عاوز تعمل موبايل ابلكيشن صح؟ ديسيشن تعملوا نيتف ولا تعملوا هايبريد؟ ده ديسيشن ده سؤال ولا سؤال ايه؟ ولا السؤال ده مش مهندس ان احنا لوب سايت دوت عايزين نشغله موبايل وخلاص. هو بيقول ان بقى عنده ويب سيرفيسز موجوده صح؟ يعني جوست كريم بروجكت ويب سيرفيسز يعني شغال على السيرفر. خلاص بقى مش نيتف الفرق في السيرفر مش فارق هتعملوا نيتف هيكلم ويب سيرفيسز ديت هتعملوا هايبريد هيكلم ويب سيرفيسز ديت. تمام؟ هتعملوا ويب ابلكيشن جديد خالص تعملوا على الويب هيكلم نفس الويب سيرفيس الباك اللي بيديها لك. الفرق بقى انت هتكسبوز الويب سيرفيس ديت بابليك ولا لا؟ هتظبط السكيورتي بتاعي ولا لا؟ شويه بقى الحاجات اللي هو السي بوكس كده اللي لازم اشتغل عليها وكده. لا لا مش هتفرق في اي حاجه في الاخر انت محتاج معلومه بتكلم ويب سيرفيس عشان تديها لي. انا عايز الناس تدعم على الجيتس سواء انت عايزها دوت موبايل ابلكيشن عايزها ويب سايت عايزها ويب اب في الاخر وعايز لستة بتاعت الايتمز الويب سيرفيس بتديها لك. مين اللي عايزها بقى هيعمل بقى ايه؟ مش مهم بالنسبه للويب سيرفيس. هي النقطه كلها ايه المعلومه اللي انت عايزها بعد الصوره. يعني نفس المعلومه لو انت مش في الاخر البيزنس بتاعك جاي لسه الايتمز ديت هتحتاجها في الويب سايت هتحتاجها في الموبايل ابلكيشن مش عايز تقول لو جاب لسه الايتمز نفسها. خلاص في اكيد ابلكيشن معينه مثلا دلوقتي لو انا اخدت مثلا السوشيال ميديا بتاعت الموبايل في بعض الحاجات اللي موجوده في الموبايل ابلكيشن العادي ان هو مثلا يريد المسج او الاس ام اس الموجوده عندي على الديفايس هل حاجات زي كده بتحط المعلومات دي؟ اه احنا الجزء ده ما اتكلمناش عنه برزنتيشن بس هو كفر كوردوفا. لو قلنا احنا كل اللي موجود في كوردوفا موجود عندنا تمام؟ حضرتك عايز تاكسس الويب ممكن في ويب سايت هنا هتموت يعني
هو لغايه النهارده هي الناس لسه بتتعامل مع الانجلر 2 على انه حاجه جديده. فانت قدامك مثلا سنه ولا حاجه لحد ما الانجلر 2 يسد. وبعد كده هتلاقي الناس كلها شغاله انجلر 2 وانت بتشتغل انجلر 1 دي حاجه قديمه. الانجلر 2 دلوقتي مش بيتا. الانجلر 2 لا مش بيتا. وريدي ريليز. الايونيك 2 بيتا. ايونيك 2 مبني على انجلر 2 بيتا. دي حاكمية البلازينا حاج 3D touch بتاع الفينجر برينت اكشن شيتس امبر كاتير الكاميرا اهيت اعطيني سيرفيس بروح عندها اقول لها جيت بيكتشر اهيت ده الريبريزنتيشن اهوت قال لك ضيف معاك في الكنترولر سيرفيس اسمها كوردوفا كاميرا الكوردوفا كاميرا قول لها جيت بيكتشر هترجع على البيتش هنا بقى بص على كمية البلازينز الموجودة صعب تلاقي حاجه شويه. كل البلاتفورمز يعني دي الكابتشر الجديد هتلاقينا هو كاتب لك يعني ممكن تروح للسورس بتاعها نفسه هتلاقي بسبورت اندرويد واي او اس وباك بيري وويندوز وحاجات كده انت لسه ما سمعتش عنها. مجرد ده هو السنكر هو جديد في الوقت في تاني كبير. تعمل كل الانرجي كوردوفا. اللي هو انت بتتكلم عليه دوت. تعمل عليه كود يعني هتلاقي فينا في الانستليشن هي تعطيك الجايد ازاي تعمل. فون جاب الكوردوفا مبنيه على الذكاء. كل البلاتكس الموجوده في الفون جاب ممكن تستخدمها في الكوردوفا. كلها بلا استثناء. وليش مصر كان الكوردوفا اساسا؟ لما هذا هو اوبن سورس بروجكت اشتريته اباتشي لما اشتريته سموه فوكادا بس عشان وقت عشان لو حد ملتزم مطول بحاجه كده خلصنا طيب نتكلم عن موضوع الكورس